صباح الخير لكم صبايا، وصباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. كاميرا صباحنا غير يوميا عم تطلع عليكم عبر برنامجنا من عدة مناطق من محافظة اللاذقية. امبارحة كنا بالسوق العنابي القديم، اليوم نحن متواجدين بمنطقة رأس شمرة. رح نحاول نعمل جولة صغيرة بالمنطقة ونتعرف على هاي المنطقة وليش سميت بهذا الاسم من أهاليها. يعطيكم العافية. هون أول ما نفوت على منطقة رأس شمرة، يعني أول ما فتنا في أكثر من محل، يعني لصاج بيشتهر بهي القصص، محلات شعبية بيشتهر بهي المطاعم الشعبية. وما سببها إلا عالم بتمر على الطريق وبيحبوا يعطوا أكل شعبي. يعطيكم ألف عافية. ليش سميت المنطقة هون عندكم برأس شمرة؟ سميت باسم رأس شمرة نسبة للنبات الشمرة. رأس شمرة لأنه مرتفع عن شط البحر، سموها رأس شمرة. ويعود تسمية للفينيقيين اسمها أوكاريت. أوكاريت رأس شمرة أوكاريت. قديه صار لك ساكن بالمنطقة؟ كل حياتي. شو بتعني لك هي المنطقة؟ بتعني لي جزء من هالوطن، يعني ما اكثر من هيك. هو منطقة سياحية مثل ما قلنا، كان كثير من السياح يجوا على هي المنطقة خصوصا ليزوروا آثار أوكاريت. كان يجوا جروبات أجانب كثير كانوا يجوا عليها، بس هلا بالفترة خف شوي، بس إن شاء الله بترجع أقوى من قبل. وإن شاء الله بهمة رجال الجيش العربي السوري ترجع كمان الوفود السياحية من جميع، مو فقط الوطن العربي، من جميع أنحاء العالم إن شاء الله. يعطيك العافية. عافيك يا هلا. أول ما أجينا عم تشتغلي من الصبح بالصاج؟ بنفتح من الصبح بركي. شو بتعملي صاج؟ بنعمل فطاير. شو الأنواع؟ جبنة، زعتر، مرتديلا، بنعمل فليفلي، قريشة، سلق. من أي ساعة بتفيقي بكير بتشتغلي؟ من 7، نحن بنفتح بكير يعني قبل العالم أكثر شيء، بدنا نشتغل بالنهار شغلنا. يمكن ما في حدا بيجي من السفر إلا ما بيتوقف عندكم، أنتم محطة أساسية. بيجي لهون على الآثار بيمروا علينا، أحياناً بياخذوا فطاير وبيقعدوا فوق بالمرتفع عند الآثار كمان. شو اللي بيميز منطقة رأس شمرة وأوكاريت عن المناطق الثانية؟ فينا نقول يعني هي طبيعة الآثار صايرة بالصدفة، إنه قريبة على البحر كمان، قريبة على البحر. وهلق كل واحد هلق التنور تراث قديم من أجداد أجدادنا، بقى ضلت عم تتمارس الطقوس وهالهي يعني باب رزق يعني. يعطيكم ألف عافية. ويمكن من أجمل الطقوس اللي عم نعيشها يعني بالمحافظة، هي كيف أهالي المحافظة والمناطق الريفية عم تحافظ على هي التفاصيل والعادات والتقاليد القديمة. كل شيء قديم جديد بيرجع للقديم، إجباري التراث بده يضل يحافظ الإنسان عليه. يعطيك ألف عافية. بتفيقي مع بكير الصبح؟ بتفيقي مع بكير الصبح بتشتغلوا؟ أي والله أنا بياها. أي والله ما بتشوبوا من والله منشوب والحمد لله رب العالمين. وبالشتوية ما أحلى. بالشتوية ما أحلى. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. يعطيكم ألف عافية. مثل ما تابعنا كنا عم نحاول نرصد بعض تفاصيل الحياتية في منطقة رأس شمرة وأوكاريت، تعد من المناطق الجمالية والسياحية والآثار الموجودة فيها، هي رمز من رموز الحضارة في سوريا. عودة إليكم زملائنا بالاستديو.